leaders. Saad Safir, الاتفاق الأمريكي الإيراني افتح مجال لعودة قوية لإيران على الساحة الدولية. كيفاش تتمثل العودة هذه؟ العودة هذه ثمرت نضج من دولتين عظميين. أولا الدولة الأمريكية، يعني عبقرية الرئيس أوباما أنه عوض أن يتماشى مع حلفائه التقليديين، المملكة العربية السعودية والدول الأوروبية الغربية وإسرائيل، لمواجهة إيران مواجهة حربية، تحطيم القدرات الإيرانية. هو فضل أن يكون التفاوض وبناء قلعة جديدة ومبادئ جديدة لمواجهة المستقبل القريب في المنطقة تلك. هذا بتفكير وبرؤية من واشنطن اللي خرجت عن قلعة الحلفاء متاعها بفكرة إيجابية بناءة. كانت ممكن تخفق لكن نجحت لأنها تلاقات مع إرادة مقابلة من دولة حقيقة دولة عظمى وهي إيران. إيران تقلبت في عديد من الخيارات السياسية والدبلوماسية، ما نقولش داخليا لكن إقليميا بالنسبة لها، وكان لها خيارات متطرفة يساريا ويمينيا. المهم أنها جربت العديد من الخيارات وقعدت ثابتة في خياراتها الأساسية الوطنية البعيدة المدى، منها بناء قوة نووية. هذا ما هيش متراجعة فيها، حافظت عليها. بقى الوقت ما هوش ناضج. قبلت إيران حل تفاوضي لتجاوز العقبة لفترة زمنية، ولقاء الإرادة هذه الإيرانية مع الإرادة الأمريكية أثمر في هذا الاتفاق الجري اللي ما عندوش قاعدة إقليمية لا في إسرائيل لا في السعودية ولا حتى في أوروبا. أوروبا اضطرت إلى التماشي مع إرادة واشنطن، وإيران ما نزلتش أمام التلاعبات الإقليمية والعالمية اللي حبوا يستثيروها حتى تخرج عن الخط التوافقي اللي كانت رسمته للتلاقي مع إرادة واشنطن. ولذا هذا اتفاق جري بناء للمستقبل القريب، سيبقى مدة من الزمن، يمكن 15 سنوات أكيد، وسيقمع الإرادة المحيطة بإيران في المزيد في تحطيم الدول الإقليمية اللي نجحت في ما يخص العواصم العربية، لكن إيران فازت أنها استبقت معناها استقرارها وضمنت معناها مرحلة انتقالية على مدة 15 سنوات ستدعم فيها قوتها. اعتقادي وأن هذا عبقرية ورؤية دبلوماسية عظيمة من باراك أوباما ومن القيادة الإيرانية العقلانية التي ليست أمبراطورية، ليست فارس، وإنما إيران الدولة التي قامت بثورة ثانية بعد الثورة الإسلامية عام 79، والثورة الثانية هي اللي أعادت العقلانية والبنائية في الخيارات المستقبلية للدولة. تلك الدولة هي التي كانت تفاوضت وفازت
وعبرت العراقيل اللي زرعوهم لها أمامها وفازت عليهم. هذا أهم شيء في الاتفاقية 14 جويلية الأخير. إذن لا تراجع عن الخيار النووي وإنما تأجيل ضمن سياسة مراحل، هذه العنصر الأول. العنصر الثاني، دولة عظمى، عظمى استراتيجيا، دبلوماسيا، عسكريا، اقتصاديا، ماليا. شو مقاومات القوة متاع إيران؟ إيران عكس بقية الدول المحيطة بها في المشرق العربي ما عرفتش الاستعمار، عاشت دائما شامخة باستقلالها وبماضيها المجيد. إيران انطلقت بقوة ذاتية جدلية ما بين حزب الطودة وحزب الشاه، لكن لقات خطها في بناء دولة عصرية تتجاوز الماضي العقيم اللي عاشته، وقامت بخيارات عصرية للقاء حضارة زمانها، هذا عهد الستينات والسبعينات تحت إرادة شاه إيران. إيران قامت بثورة اللي جعلت من الإرادة الشعبية هي المرجعية. كانت ثورة إسلامية عقائدية، لكن قامت بثورة ثانية اللي دخلت اليوم في البحث عن أرضية سياسية تتلاقى فيها بين تموقعها في المنطقة والمستقبل القريب والبعيد لدور إيران في منطقة المشرق العربي. الدور هذا إيران ما هيش قابلة بأن تكون إيران تتحكم فيها قوة عظمى تكتسب الثروات الطبيعية للمنطقة. إيران تحرص على بسط سيادتها على ثروات المنطقة، وثروات المنطقة يلزم تبقى في مسك الشعوب المعنية. لذا هي تعارض تدخل القوى الأجنبية لتحطيم عواصم المنطقة، سواء كان بغداد أو دمشق أو العواصم المحيطة بها. إيران وقفة شديدة ضد التدخل الأجنبي لتهريب المنطقة المحيطة بإسرائيل، هي اللي بقات فيها. لما الأموال العربية من سوء الحظ ساهمت في تهرية العراق وتهرية سوريا، إيران هي اللي واقفة أمام تلك القوى الأجنبية التي تقصد تحطيم الأجهزة الدولية وتهرية الدول. هذه القوة الإيرانية اللي أدركها باراك أوباما، لأن باراك أوباما كان يقصد من الثورة استثمار الثورة العربية 2011 أن تتدعم الدول العربية وتبني قوة كدول وكديمقراطيات شعبية، ولذا أوباما بقي شادد في المثال اللي نجح في الثورة هذه وهو تونس، لكن دخلت على إرادة الولايات المتحدة بقيادة أوباما استراتيجية ثانية، هي استراتيجية النيو كونسيرفاتور، يعني المحافظين الجدد اللي كانت قائمة في عهد بوش وأبقاوا عليها زعماء الحزب الجمهوري ومشيت فيها إسرائيل. والاستراتيجية الثانية اللي عارضت استراتيجية أوباما هي اللي تقصد تحطيم الدول بالاستفادة
من الأحزاب الإسلامية اللي دخلت الفوضى والوحشية. اليوم مذهب دولة داعش هي الوحشية، السوفاجري، التوحش. مذهب المحافظين الجدد اللي يخدموا صالحهم أولئك الإسرائيليين وعملائهم هي الفوضى، الكاو. اليوم دخلوا الكاو هذا باش يكسروا استراتيجية أوباما. هذاك السر في كون أوباما حب يوقف حد إليهم ويخذ إيران، الدولة اللي هي ضد تلك التهرية، وسعى إلى اتفاق تاريخي معها حتى يعني يضع حد لاستراتيجية الفوضى، استراتيجية التوحش. ونتنياهو لم يخفي أنه عميل ومتزعم استراتيجية التوحش، ويسعى إلى تعطيل معنى تزكية الاتفاقية طبعاً. اتفاقية 14 جويلية مع إيران في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولذا الصراع هو في نفس الوقت مصير المنطقة المشرقية العربية ومصير الخطة الأمريكية البناءة متاع أوباما. سعد سفير أحمد ونيس، فكرة يعني هامة جدا تفضلت بها، أنه توظيف الإسلام السياسي في المنطقة كان ضمن خطة لتفكيك أوصال الدولة في كل بلد عربي. تماما. لما قامت الثورة في تونس في رأس سنة 2011، المقاصد الاستراتيجية لتلك الثورة كانت نهاية الدكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية وإحلال محلها أنظمة ديمقراطية. فنحن توهمنا أن تلك الغاية مقبولة عند الجميع. من سوء الحظ دخلت قوة محيطة بنا أرادت أن تستبدل تلك الغاية، غاية بناء نظام ديمقراطي بديل للاستبداد بدولة إسلامية. فقامت الأحزاب الإسلاموية في تونس وفي مصر وفي ليبيا، وحتى لما اندلعت الثورة في سوريا، وأول من أخذ بها كانوا الديمقراطيون، عوضوهم سرعان ما عوضوهم بحركات إسلامية، بحيث الحركات الإسلامية جاءت كبديل أول للغاية الديمقراطية. في تونس تفطنا لهذا الخطر وأدخلنا في حوار دون إقصاء مع القوى الإسلامية، ومن حسن حظنا اهتدينا إلى نظام إلى حد الآن ما حطمش الغاية الاستراتيجية، بل زرعها زرعا وثيقا، وانتقلنا من مشروع الدستور غرة جوان 2013 إلى دستور جانفي 2014، بحيث أرسينا قواعد الديمقراطية، ولا نزال نسعى إلى استكمال أركان الدولة الديمقراطية بالتفاوض مع القوى الإسلامية. لكن في غير تونس، في مصر، في ليبيا، في سوريا، وإلى حد ما في اليمن، الأحزاب الإسلامية هي اللي استقوت وعوضت تماما أو تكاد القوى الديمقراطية. فالجيش في مصر استدرك الأمر بفضل قوة شعبية اسمها تمرد، وتحصلت مصر على التحام قوة الجيش بقوة شعبية اسمها تمرد ضد الإخوان المسلمين
واستعادوا معناها الدولة بثورة ثانية، هي ليست استعادة نظام حسني مبارك، هي ثورة ثانية مع انطلاقة انتقال ديمقراطي ثاني. هذه مسيرة طويلة ستأخذهم في التاريخ. لكن ليبيا وسوريا واليمن انهاروا بمرحلة الحركات الإسلامية. في الواقع الحركات الإسلامية كانت أداة لا لتركيز دول إسلامية قائمة على الشريعة، كانت هي الأداة اللي استعملوها أعداء العواصم العربية لتحطيم الدول وتخريب أركان الدول القائمة بما فيهم الدول التاريخية عواصم الحضارة، دمشق، الشام، وبغداد العباسية. ومن سوء الحظ وقعت معناها العديد من الصفقات التي خدمت تلك الغاية، بحيث وقع استبدال الثورة الديمقراطية من خلال غاية إسلامية إلى نهاية تحطيم الدول في المنطقة المشرقية. هذا اللي قاعدين عايشين. من حسن حظنا الانزلاق اللي وقع فيه منصف المرزوقي والترويكا بعزم الدولة السورية حتى تسرع في تحطيمها استدركناه. طيب المكوش أقام دبلوماسية على فهم صحيح للقوى التي تجري في جوارنا والتي ستأتي على الأنظمة العربية القائمة في المشرق الصحيحة، وبعدها مش عجب ستعود علينا. اليوم استدركنا أمرنا على الأقل فيما يخص تونس. ماذا سيحدث الآن في العراق وسوريا بعد التحول الكبير ورجوع إيران بقوة؟ اعتقادي أن ما دام الآمال العربية تعول على الحركات اللا دولية في تنفيذ أغراضها، وما دام الدول العظمى تتخذ قراراتها وتنجح في تنفيذها في المنطقة دون اهتمام بتطلعات الشعوب المعنية، وما دام الغاية الديمقراطية لاستبدال الأنظمة الاستبدادية أهملت تماما ما بعد ثورة 2011، ما ليش ننجح؟ وقتش ننجح؟ وقت اللي الدول العربية تؤمن وأن مصيرها بيدها وثرواتها في خدمة مصيرها بكامل الاستقلالية بالتفاهم مع إيران وبالتفاهم مع الخصوم، حتى نقيم ندوة إقليمية لجميع الدول المعنية تخرج بحلول تخدم الساحة الإقليمية بعيدا عن الحسابات الأجنبية. عندنا القدرات اللازمة حتى ننفذ هذا البرنامج باتفاق بين دول المنطقة وإيران والدول المحيطة بنا، حتى نقوم بحل بديل يكون حقا حل بناء مبني على احترام إرادة الشعوب وعلى تسخير ثروات المنطقة في خدمة شعوب المنطقة بعيدا عن الدغمائيات مهما تسترت بالدين أو تسترت بالإيديولوجية أو تسترت بقوى الغير. يجب أن نعود إلى سيادة الشعوب،
إذا كان ما نستخلصوش العبرة الصحيحة من إطلاق صيحة الشعب يريد، ما نجمش نخلصوا لا في المشرق ولا في المغرب. هذه مبادرة تطلقها سعادة السفير أحمد دونيس لعقد ندوة دولية بمشاركة كل الدول العربية المعنية وإيران. نعم. والدول العظمى المهتمة. نعم. بالموضوع. نعم. ترى أن الجامعة العربية تجم تحمل الفكرة هذه؟ الجامعة العربية إذا كان تتهرب من هذه الغاية فقدت الحجة لوجودها تماما، لأن وجود القوى العربية بشعوبها وبثرواتها وبتموقعها لا يكون إلا بالاتفاق البعيد المدى مع جوار الدول العربية المؤمنين بالرسالة الإسلامية الصحيحة. إذا كان نحط مصيرنا كما وقع مرتين من سوء الحظ في الجامعة العربية أنهم يوظفوا مجلس الأمن لتخليص الشعب الليبي أولا والشعب السوري ثانيا من خطر الحركات الإسلامية، من غير ما هما يقوموا بالواجب، من غير ما يعوضوا المواجهة بالمفاوضة مع القوى الحاضرة، هم رافضين أصلا المفاوضة مع دولة سوريا من الأصل، ما تفاوضوش مع الأسد. شنية هالدبلوماسية اللي ما هيش مبنية على التفاوض؟ إيش نجم تكون؟ اعتقادي وأن مستقبلنا هو في ندوة إقليمية عريضة تسطر مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها وباستبعاد المحاور الأجنبية الهدامة اللي خذت منا جوهر ثرواتنا بما فيها سيادتنا. سعادة السفير، تدعو الحكومة التونسية للتقدم هذه المبادرة، أن هي يعني تطالب ولا تقترح على مجلس الجامعة الدول العربية إطلاق المبادرة؟ اعتقادي أن هذا مبادرة من واحدة من الدول العربية يكون مشروع إقليمي، لا يجوز أن يكون مشروع فردي. لو تدخل تونس في منطق إقليمي مع دول المغرب الكبير، لو تدخل تونس في منطق جماعي مع الأردن ومع غيرها من دول المنطقة في مثل تحكيم العقل وقواعد الإرادة الشعبية والدبلوماسية البناءة عوضا عن الفوضى وتحريك الحركات اللا دولية، إذا كان ممكن تدخل في مجموعة عندها معنى وعندها رجاء. لكن إلى حد الآن خيارنا في تدعيم وتقوية العواصم والدول كدول ما زال ما هوش مفهوم، ما زال محل نقد، بحيث اليوم الأوكد بالنسبة للدولة التونسية هو تدعيم الدولة واستعادة الوحدة الوطنية وإقناع جميع الطبقة السياسية بالحل المنقوص اللي قصدناه واللي فزنا بفضله على إرساء قواعد الديمقراطية، لأنه ما كانش عندنا حل أنجح دون الحل المنقوص، ما خلوناش في صفاء الخيار الديمقراطي بديل للحل الاستبدادي، الدولة الاستبدادية، ما خلوناش، شوشوا علينا بخيار إسلامي. فالحل المنقوص اللي دخلنا فيه يلزم الساعة الشعب التونسي يقتنع به، ويلزم الطرف هذايا الإسلامي اللي تخلى معانا
في الخيار الديمقراطي باستثناء الحركات الإسلامية الأخرى في جميع المناطق، إذن هو الساعة يصفي ساحته ويبرهن أنه حقا مبني على مذهب ديمقراطي وعلى قيم كونية، وأن مفهومه للحرية مفهوم متقاسم مع الديمقراطيين التونسيين، ليس مفهوم بعيد عن مفهوم الحرية اللي هو عشنا به وبنينا به الدولة المستنيرة التقدمية التونسية. يلزم هو زادة يتجاوب معنا في هذا، لما نوحد القوة التونسية بأركانها الثابتة نستعيد معناها مكانتنا في منطقتنا وفي المشرق العربي. سعد سفير أحمد ونيس، أنت كنت سفير في موسكو وسفير في نيودلهي عاصمة الهند، وبطبيعة بعد نظر كبير. اليوم إيران مع شكون مش تتموقع، مع شكون مش تتحالف؟ المقصود من استراتيجية إيران في مرحلة أولى أنها تتخلص من تموقع العزلة والعداء اللي وقعت فيه في المنطقة القريبة إليها، تتخلص بهذا من هذا التموقع بالاشتراك مع الدول العظمى مهما كانت. لكن المقصود في المرحلة الثانية بعد استعادة السيادة الكاملة ورفع العقوبات اللي كانت مسلطة عليها واللي تكبن قدراتها، أنها ما تقعدش في رأسا لرأس مع القلعة الغربية، أنها تتحد مع القلعة البديلة، القطب البديل الذي يبرز شيئا فشيئا في الساحة العالمية اليوم، والذي يتمحور حول روسيا والصين والبريكس بصفة عامة، والذي يسعى إلى الاتساع روسيا في رقعة والصين والبرازيل والهند وأفريقيا الجنوبية وغيرها. إذن تتوقع وأن البريكس، وما أقصد من غيرها، هي دول لها رؤية دبلوماسية ولها تجذر تاريخي ولها قضية، عندها قضية عادلة لذاتها ولمنطقتها وللعالم، وهي إيران. اعتقادي أن المقاصد الوسيطة المدى ما تكون كان هذه بالنسبة إلى إيران. إيران ما تتحالفش مع القلعة المواجهة التي تتكون من أمريكا من ناحية وعديد القوى الغربية الأخرى، هذيك التحالفات مثلا كما تحالف الناتو وتحالفات الأخرى اللي هي تكون يتم مراجعتها، وتقرب أكثر ويمكن تنضم إلى مجموعة البريكس اللي هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. هذا هو توقعاتك؟ هذا المستقبل الوسط بالنسبة للحركة الإيرانية الناجحة التي انطلقت من عزلة كانت قاسية عليها والتي نجحت معناها ببراعة دبلوماسية عظيمة وبقوة الرؤية، فمستقبلها ما يكون كان هذا. في فك العزلة، ويكون السؤال الأخير، سعد سفير أحمد ونيس، وزير الخارجية الإيراني جا لتونس في الفترة الأخيرة وقابل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، عديد وزراء، الإعلاميين، وكان يشرح في تفاصيل الاتفاق مع أمريكا بما يمكن شرحه، طبعا ما يمكن عظم التفاصيل. تتوقع تونس كيفاش تجم تستفيد من الفرصة هذه من إيران؟ طبعا تونس الآن تستفيد من كل القوى التي آمنت بغاية استراتيجية هامة بعد الثورة الشريفة، وهي الغاية الديمقراطية. ومجموعة السبعة
وروسيا والصين جميعها تساند تونس، وجعلت من تونس مثالا لتبليغ الرسالة إلى وضع إيجابي مستقبلي بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للدول الإفريقية وللدول العربية. هذه المرحلة الانتقالية اللي مازالت تتواصل بالنسبة إلينا. مستقبلا اعتقادي أننا لا نعادي أحد، بل نشتغل مع الأمم المتحدة في جميع المشاريع البناءة التي تسعى إلى تصفية النزاعات واستبدالها بصفة بناءة بأوضاع مستقرة تستجيب إلى إرادة الشعوب وتتبناها القلعة الإقليمية المعينة المعنية بالأمر. هذه المرحلة الأولى ما نجموش نستفيد من جميع الأطروحات اللي تتجاوزنا. لو كنا في تموقع المغرب الكبير الموحد لكنا أسرعنا في الحل الإقليمي للنزاع الليبي، ما نخليوش يفلت من المغرب الكبير، ولكنا نكسب قدرة عروض وقدرة حلول بديلة بالنسبة للساحل الإفريقي وبالنسبة للقلعة المشرقية. لكن تموقعنا اليوم دون القوة المغاربية ما ينجمش يكون مقنع. معناها يلزم يقع هذا الوعي في الساحة المغاربية أننا نصبح قوة لو نوحد غاياتنا ونوحد السبل في تفكيرنا وفي طاقاتنا الداخلية والخارجية. وهذا من سوء الحظ ما زالت الحدود والأبواب مغلقة. لماذا؟ لأن العقول مغلقة، لأن الضمائر مغلقة، لأن دروس الخمسين سنة الماضية وهمومها ما تلقنوش كيف ما يلزم، كيف ما تستوجب القراءة الصحيحة المتواضعة أمام إخفاق الأنظمة الاستبدادية. ربي يفتح، فهمت؟ وربي يهدي مخلق. شكرا سعد سفير.